إلى فرن التنور هو فرن أجدادنا وأهالينا قديما كانوا كل بيت فيه تنور يصنعوا خبز تنور، وهلأ يعني مع تجدد مرور الزمن صارت كثرة الأفران، صار التنور يعني نادر منه قليل، وهلأ نحن هون في اختارين عم نجدد هالمهنة هي التراثية. عندنا هون خبز تنور، في جبنة محمرة، لحمة، خبز صاج. بالنسبة لفرن التنور يعني هلأ في كثير هون بمنطقتنا بالريف الشمالي أفران حديد، تنور حديد. التنور الحديد ما بيعطي نكهة ولذية مثل تنور الفخار، تنور الفخار بيعطي لذة ونكهة غير.